السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلامذتي الأعزاء، مرحبا بكم في مادة التربية الإسلامية مكون تزكية سورة الإنسان، الجزء الثالث من الآية 23 إلى الآية 31، وهو آخر جزء من سورة الإنسان وآخر سورة عندنا في المقرر الدراسي. إذا نبدأ بالأهداف أولا. أول هدف هو استمع بخشوع لتلاوة السور، أستخلص القيم الواردة فيها، أقرأ السورة قراءة سليمة، أحفظ السورة وأوظفها في صلاتي. ننتقل الآن إلى المحاور. أول محور هو أقرأ وأرتل آيات السورة ترتيلا جيدا. ثاني محور هو صلة آيات الأجزاء الأولى بهذا الجزء، معناه صلة الآيات الأجزاء الأولى الجزء الثاني الأول والثاني مع هذا الجزء. ثالثا شرح بعض معاني الكلمات. رابعا ما يستفاد من الآيات. وخامسا أتدرب على ترتيل وحفظ هذا الجزء. نبدأ بأول محور وهو أقرأ وأرتل آيات السورة ترتيلا جيدا. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. المحور الثاني هو صلة الآيات الأجزاء الأولى بهذا الجزء. أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر نعيم أهل الجنة ذكر هنا فضله وامتنانه على رسوله صلى الله عليه وسلم بإنزال القرآن الكريم. ثالث محور سنقوم بشرح معاني بعض الكلمات. عندنا الكلمة ومعناها. الكلمة الأولى هي آثما، وهو الفاجر المداوم على الإثم الذي دائما ما يقوم بالأفعال السيئة. كفورا شديد الكفر الناكر للنعم الله سبحانه وتعالى عليه. بكرة أول النهار، أصيلة آخر النهار، العاجلة كلمة أطلقت على الدنيا، يذرون يتركون، وراءهم يوما ثقيلا أمامهم يوما ثقيلا، وراءهم هنا حسب ما جاءت في الآية. شددنا أسرهم قوينا وأحكمنا خلفهم. تذكرة أي تذكير وموعدة. سننتقل إلى محور رابع وهو ما يستفاد من الآيات.
دان أول شيء تنزيل القرآن مفرقا منة ونعمة تستحق شكر الله عليها. ثانيا الصبر صفة حميدة أمر بها الرسول ليواجه بها أذى المشركين والمقين حتى يؤدي رسالة ربه. وعبادة الله في جميع الأوقات خير معين للرسول على تبليغ الرسالة. ثالثا الكفار يحبون نعيم الدنيا العاجلة الزائلة ويتركون يوم القيامة وما فيه من حساب وأهوال، والله قادر على إهلاكهم والإتيان بقوم آخرين، لذلك إثبات للبعث. رابعا مشيئة الله مقدمة على مشيئة العبد، فمن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نتمنى دائما أن يجعلنا الله سبحانه وتعالى من الذين يضلهم الله بظله، لذلك أكثر من عمل الصالحات وعمل الحسنات. إلى المحور الخامس وهو المعنى الإجمالي للآيات، يأتي صورة الإنسان. بدأت الصورة بمن الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بنزول القرآن مفرقا وعلى حسب حاجات البشر، ولم ينزله جملة واحدة كما أمر الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم بالصبر على قضائه وقدره في تبليغ الرسالة وتحمل المشاق والأذى الذي لحقه من الكافرين، إذ يقول الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. لما لا يطيع الكافرين والمنافقين؟ إن أرادوا صدك عن تبليغ الرسالة واتبت على ما أنت عليه ولا تطعهم فيما يمنونك به من صفوف الأمان كعرضهم عليك المال أو الزواج ببنت شريف منهم، واذكر اسم ربك في جميع الأوقات وأقم الصلاة ليلا ونهارا. كما أن الكفار يحبون هذه الدنيا العاجلة ونعيمها الزائل، والله ينكر عليهم ذلك لأنهم يتركون أمامهم يوم القيامة وما فيه من حساب وشدائد ولا يؤمنون به ولا يعملون له. والله سبحانه وتعالى خلقهم من العدم وقواهم وأمدهم بالنعم، وإذا أراد أن يهلكهم أهلكهم وأتى بغيرهم وهو على كل شيء قدير فإذا أمهلهم ولم يبدل أمثالهم فذلك فضله ومنته وقضاؤه وحكمته. كما أن هذه الصورة بما فيها من ترغيب وترهيب ومواعظ وعبر لكل ذي بصيرة، فمن شاء الخير والنجاة لنفسه في الدنيا والآخرة فليتقرب إلى الله بالطاعة وليصدق بالقرآن والرسول الكريم، فذلك هو الطريق إلى الله. وكل أمر يريده البشر مرتبط بمشيئة من؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ولا يقدر أحد أن يهدي نفسه ولا يدخل في إيمان ولا يجر لنفسه نفعا إلا أن يشاء الله، فهو عليم بمن يستحق الهداية فيسرها له ومن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى بحكمته البالغة، ولا يظلم ربك أحدا. والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن هداه الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. والله يملي ويهمل الكافرين ويعد لهم عذابا موجعا وأليما، نجانا الله منه. في نهاية
هذا الدرس ونهاية هذا الجزء من هذه الصورة الكريمة، نقوم بالتدرب على ترتيل وحفظ الآيات القرآنية لهذا الجزء. نستعين في ذلك بشريط فيديو مكرر آياته، يكون مخصص وموجها للأطفال لكي يسهل عليكم الحفظ. شكرا الأعزاء على متابعتكم، وأترككم في رعاية الله وحفظه، وعافاكم الله وذويكم من أي مكروه. مع السلامة.